اوكي ان شاء الله ما يطلع صوت الريح كثير بالفيديو. يلا نبلش. اوكي هاي جايز، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كيف حالكم؟ اتمنى ان تكونوا بخير. اليوم عدت لكم بفيديو جديد وسوف نرى فيه مجموعه من المفردات المستعمله في المدرسه تخص الدراسه بصفه عامه. فهي لنبدا. اذا قبل البدايه في الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناه اذا كنت جديد، اهلا وسهلا بك. كذلك في نهايه الفيديو اذا اعجبك ضع لايك، لما لا، لكي تحفزني ان اضع لكم فيديوهات اكثر. اليوم هناك القليل من الرياح فاعتذر اذا كان هناك ازعاج في صوت الفيديو، فاعذروني هذه الفتره. اوكي حسنا، الان سوف نبدا. اذا اول كلمه سوف نبدا بها فيديو اليوم وهي اورانجي، طالب او تلميذ. اورانجي طالب او تلميذ. اورانجي حسنا. الان الاستاذ او المعلم، اوراتمان معلم او استاذ. اوراتمان معلم او استاذ. اوراتمان كذلك خاصة هو خاصة في مجال الطب يقولون هجام أستاذي، هجا هجا أستاذ، هجام أستاذي. هذه الكلمة عادة تستعمل لدى أساتذة التعليم العالي وكذا، لكن عادة في المدرسة نقول أورتمان هو الأستاذ أو معلمنا. أوكي في مسلك الطب والدراسات العليا هناك من يقول هجا هجام حسنا. اذا لدينا اورتمان استاذ او معلم، ولدينا كذلك هجا استاذ، هجام استاذي حسنا، هجا استاذ. اوكول مدرسه، اوكول مدرسه، اوكول مدرسه. كذلك في اللغة التركية أوكول تطبق على جميع فصول المدرسة، يعني الإعدادي الثانوي الابتدائية كلهم فيهم أوكول حسنا، يعني بصفة عامة أوكول مدرسة، أوكول مدرسة. إذا مثلا لدينا أنا أوكول، أنا أوكول يعني المدرسة الأولية، يمكننا أن نقول الروضة. أنا أوكول الروضة، أنا أوكول. إلك أوكول المدرسة الابتدائية، إلك إلك أوكول المدرسة الابتدائية حسنا، يعني أول مدرسة ندخل عليها من غير الروضة. إلك أوكول المدرسة الابتدائية. بعدها لدينا أورتا أوكول المدرسة المتوسطة أو ما يدعى بالإعدادية، المدرسة الإعدادية الصف السادس السابع، مو سادس، سابع ثامن تاسع. أورتا أوكول المدرسة الإعدادية، أورتا أوكول المدرسة الإعدادية. ليسا الثانوية أو الثانوية بصفة عامة، ليسا مثلا ليسا. بعده لدينا الجامعة، يونيفرسيتي يونيفرسيتي الجامعة، يونيفرسيتي الجامعة university. كذلك لدينا الكلية faculté faculté الكلية faculté الكلية. كما تعرفون هناك العديد من الجامعات، الجامعة تكون هي الرئاسة، جامعة كذا مثلا، ولديها فروع، هذه الفروع مثلا كليات، كلية الطب، كلية الاقتصاد، كلية كذا، هذه هي الكليات. فالجامعة تجمع الجميع، جميع هذه الكليات، والكليات هما فروعها، فهمتم كيف؟ يعني هنا الجامعة وهذه فروعها، يعني هي الكليات، الجامعة university faculté حسنا، الجامعة university وهنا الكليات faculté هكذا. أورتمك التعليم، فعل التعليم أورتمك التعليم، أورتمك التعليم. بالقصير الحاسوب، بالقصير الحاسوب،
bilgisayar. Hesap makinesi. Hesap makinesi. Ala hasiba. أو الآلة الحاسبة. إذا أردتم فيديو عن القرطاسية، جميع الأشياء القرطاسية من أقلام كل شيء هكذا فيديو عن، اكتبوا لي في التعليق لكي أقوم به. حساب ماكينس، آلة حاسبة. حساب ماكينس، آلة حاسبة. كتاب، 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 كتاب. قلم، 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 قلم. كذلك في فيديو القرطاسية سوف أضع لكم مختلف الأقلام، إنكم تعرفون هناك قلم رصاص، قلم حبر، قلم جاف وكذا، أوكي؟ إذا قلم، قلم. دفتر، 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 عادي. سيلجي، ممحات، سيلجي، ممحات، سيلجي. أداف، واجب، أداف. واجب، أداف يعني الواجب المنزلي أو الفرض المنزلي. أداف. صنف، فصل، صنف، فصل يعني القسم، مكان الدراسة. صنف، فصل. سوزلوك، قاموس، سوزلوك، قاموس، سوزلوك. كتبانة، كتبانة، مكتبة، كتبانة، مكتبة، كتبانة. صنف، امتحان، صنف، امتحان، صنف. لاحظتم الفرق؟ صنف، فصل، صنف، امتحان أو اختبار. دونام، فصل دراسي، دونام، فصل دراسي، يعني الفصل الأول، الفصل الثاني، كذا. دونام. سورو، سؤال، سورو، سؤال. هكذا نكون قد انتهينا من فيديو اليوم، فيديو بسيط خفيف عن مفردات بصفة عامة عن الدراسة تخص مجال التعليم. كما قلت لكم، إذا أردتم فيديو عن القرطاسية وجميع الأشياء الخاصة بها، اكتبوا لي في التعليق لكي أقدمه لكم. وإذا أعجبكم فيديو اليوم أو استفدتم منه، اكتبوا لي تعليق أو ضعوا لايك لكي أعرف أن الفيديو أعجبكم. والفيديو القادم إن شاء الله سوف أضع لكم مواد دراسية موجودة في تركيا. فهذا كل شيء، أراكم إن شاء الله في الفيديو القادم. دمتم بخير، إلى اللقاء.